سابقة معانا هنا في صباح الورد كانت في بعض الشكاوى ان العربيات او المنافذ البيع المتنقلة مش موجودة في مناطق معينة، فعايزين نعرف بقى مشاهدينا ايه الجديد او ايه المناطق الجديدة اللي تم تغطيتها بمنافذ البيع المتنقلة ونوعية الوجبات الجديدة او الاربع يعني ايه المطروح، ايه الجديد في الوجبات؟ بداية مبادرة كون وجبتك هي مش خاصة بشركة الاهرام للمجمعات بس، ولكن دي اطلقتها وزارة التموين لجميع شركات وزارة التموين، مش خاصة بالأهرام بس، حبيت أنوه أنها مش موجودة في الأهرام بس، لا في جميع الشركات. بالنسبة لدي فكرة عبقرية أطلقها السيد وزير التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، عبارة عن أنها بتتكون من كافة أنواع السلع اللي بيختارها المستهلك في المجمعات. وجبة بتكفي 4 أفراد، لا يتعدى سعرها 30 جنيه، مطروحة في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية سواء في الأهرام أو في الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. يوم الجمعة اللي فاتت كما سيادتك أشارتي، شركة الأهرام عملت قافلة كبيرة في 4 ميادين كان فيها وجبات، عبارة عن أنها كلها كانت عبارة عن وجبات، لفينا بها 4 ميادين عامة في ميدان رمسيس وفي ميدان الكتكات وفي ميدان السيدة زينب وفي ميدان الجيزة. تمام، ودي كانت فعلا المناطق اللي مش من ضمن الشكاوى ان المناطق دي ما كانش موجود فيها سيارات او منافذ بيع متنقلة. هو كون وجبتك موجودة في جميع فروع المجمعات. شركة الأهرام ليها 160 فرع على مستوى محافظة الجيزة وجنوب وسط القاهرة، موجودة فيها في كافة المنافذ موجودة فيها الوجبات دي، زائد ان احنا بنطرح 4 عربيات يوميا فيها وجبات وفيها لحوم وفيها خضار وفاكهة، إنما الأساس بتبقى موجود فيها الوجبات دي، بتنزل في محافظة القاهرة وفي محافظة الجيزة في المناطق العشوائية والمناطق الكثيفة السكان اللي ما فيهاش مجمعات.